اهلا بحضراتكم. طبعا شكر واصل طبعا لفريق الاعداد كله على يعني عيد الميلاد والتحيه، والواحد دايما فخور انه بينتمي لكيان النادي الاهلي. كل اللي شغالين هنا صدقوني مش عشان موجود هنا، كل اللي شغالين هنا بنتعامل يعني كلنا عيله واحده، زي ما اتعلمنا كده بجدران النادي الاهلي كمان قناه النادي الاهلي بكل ما فيها من اصغر واحد لاكبر واحد، كلنا اخوات وكلنا بنحب الكيان اللي احنا بننتمي ليه نادي الاهلي، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نوصل لحضراتكم افضل صوره وافضل مضمون. فطبعا انا سعيد كمان بوجودي، يعني كنت سعيد وانا موجود في جدران النادي الاهلي كلاعب ومع منتخب مصر، لكن كمان المجموعه اللي شغاله او شغالين مع بعض كلهم اخوات وبشكرهم شكرا جزيلا. ومن هنا بشكر كمان ضيفنا النهارده الموجود الناقد الرياضي ايهاب الجنيدي عشان نتكلم معاه في كل الملفات بخصوص النادي الاهلي وكمان دوري الابطال. مساء الخير عليك يا ايهاب. مساء الخير عليك يا كابتن هاني، وكل سنه وحضرتك طيب، وتحياتي لحضرتك ولكل جماهير النادي الاهلي. وانت طيب. وده اقل شيء لكابتن هاني رمزي. كابتن هاني رمزي تاريخ في الكره المصريه، احد اعظم المدافعين في تاريخ الكره المصريه، يعني اقل شيء يتقال لكابتن هاني رمزي. ربنا يخليك يا ايهاب، ميرسي. دايما النادي الاهلي دايما يعني بيخرج ابطال وبيخرج يعني نماذج بتشرف مصر في جميع المجالات. ومن هنا عايز اخد للنادي الاهلي ومشواره في ال11، كلنا بالنادي بال11 يا اهلي. عايز نتكلم معاك على اكيد مباراه سان داونز، مباراه مهمه جدا، لكن عايز اعرف رؤيتك لمشوار النادي الاهلي لغايه دلوقتي في البطوله الافريقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي طبعا يسير حتى الان في البطوله بشكل جيد جدا يا كابتن. بغض النظر عن النتائج، يهمني في المقام الاول كمشجع اهلاوي وقبل وكناقد رياضي ان انا ببص بشوف الفرقه عملت ايه في الماتشات، الماتشات اللي لعبتها دي كان شكلها ايه؟ يعني ماتش الهلال حتى اللي لعبناه، ماتش صن داونز اللي خسرنا فيه هدف هنا، الفريق النادي الاهلي كان ناس قلقانه بعد النتيجه، مش بعد الاداء يعني طبعا. بعد النتيجه، ولكن عايز اقول لك ان القلق ده كله اتبخر لدى جماهير النادي الاهلي بعد الثلاثيه المدويه في فريق بيراميدز، الماتش الكبير جدا اللي قدمه النادي الاهلي والفوز بالثلاثيه خلى الناس تطمن، والفرقه مسافره جنوب افريقيا، خلى الناس تقول ان شاء الله النادي الاهلي بعد بكره يوم السبت في جنوب افريقيا هيعمل مباراه كبيره، وباذن الله باذن الله انا احساسي ان النادي الاهلي مش هيخسر في جنوب افريقيا، النادي الاهلي هيرجع بنتيجه ايجابيه من جنوب افريقيا، الفرقه الحماس مسيطر على كل لعيبه يا كابتن هاني، في ثقه في امكانياتهم، في ثقه كمان لما بيشوفوا الماتش الاولاني مع صن داونز هنا، احنا كنا الطرف الافضل، سيطرنا على المباراه بالكامل، سيطره واستحواذ وهجمات، ولكن كان في باد لك زي ما بنقول دايما في الكوره مش يومك، زي فريق بايرن ميونخ احنا شفناه، الناس انتقادات طق طق على ناجل زمان بعد التعادل 1-1 مع سالزبورج، فجاه في ماتش العوده 7 يكسب نتيجه تاريخيه في دور ال 16 في دوري ابطال اوروبا بيكسب 7. يعني الفرق الكبيره دايما ما تبصش دايما حساب بالقطع، ده مش موجود عند الفرق الكبيره، في يوم محركه التلعيبه عارف ده مش يومك. صحيح. الفرقه كان في باد لك معاها، الفرقه عملت كل حاجه في الكوره وما وصلناش للشبكه. صحيح. هنتكلم اكيد على مباراه مهمه جدا، مباراه النادي الاهلي يوم السبت مع صن داونز. خلينا الاول نروح زميلنا فاروق صلاح مع سفيرنا احمد الفضلي، طبعا ده سفير مصر في جنوب افريقيا، اللي من هنا بنوجه له كمان الشكر، لان زي ما بقول لحضراتكم وانا كنت لاعب بنشوف السفارات ونشوف على راسهم كمان سفير بلدنا في اي دوله بيقوم بمجهود كبير جدا يعني راحه البعثه بشكل كبير جدا. نشوف فاروق صلاح مع سفيرنا في جنوب افريقيا. كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من جوهانسبرج، آخر استعدادات فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق صن داونز في مباراة دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا. مجهود كبير جدا بتقوم به السفارة المصرية هنا بجنوب أفريقيا. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء معالي السفير أحمد الفضلي سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب أفريقيا. معالي السفير برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، دور كبير كلنا لامسينه لأفراد السفارة المصرية ممثلة في معالي السفير أحمد الفضلي. بنشكرك من خلال قناة النادي الأهلي على المجهود اللي يعني اللي شايفينه مع الفريق النادي الأهلي منذ لحظات الوصول وحتى التنسيق قبل وصول النادي الأهلي. إطلاقا أولا يعني بنرحب بحضراتكم ويعني برضو بالسادة المشاهدين ومشجعي النادي الأهلي وجمهور الكرة المصرية كلهم. نسعد طبعا بوجود النادي الأهلي معانا، دي زي ما بنقول ده رابع ماتش للأهلي مع صن داونز في فترة أقل من 10 شهور، منهم مرتين كانوا هنا المرة دي، والمرة اللي قبلها كانت في شهر مايو العام الماضي. والنادي طبعا قيمة وقامة كبيرة، وكان بطل
البطولة اللي فاتت كانت المرة العشرة، وبنتمنى له التوفيق طبعا المرة دي. استعدادات زي ما حضرتك تفضلت بدأت من أول كعهدتكم معانا وكعهدنا وكعهدكم بينا، بدأت أول ما تم الإعلان عن القرعة من كذا شهر، وعلمنا أنه هيبقى برضو يلتقي الأهلي مع سان داونز. لعبوا زي ما حضرتك عارف يمكن 11 مرة قبل كده، فإحنا على طول بادرنا بالاتصال بالنادي الأهلي كعادتنا فيه بالنسبة للزيارات بتاعت الفرق الرياضية بصفة عامة، للحرصا على أنه يبقى فيه الأمور سلسة عند الوصول وكده، سواء من أول حجوزات الفنادق والوصول والانتقالات والإقامة. وده برضو بالجهد ده بيثمر انه زي ما حضرتك تفضلت وشفته كان في الوصول الامور سلسه في المطار، وده بيساعد على انتظام فتره الاعداد للنادي. معالي السفير، يعني انا عارف احاديث مستمره، احاديث جانبيه ما بين حضرتك والدكتور محمد شوقي رئيس بعثه النادي الاهلي، ايضا الاستاذ طارق قنديل، وحضرتك التقيت بالاستاذ طارق قنديل اكثر من مره، الكابتن حسام غالي، يعني ابرز الامور اللي بتدار الاحاديث الجانبيه. طبعا يعني كان شيء اساسي بنتكلم فيه انه اللعيبه المره دي عليهم مسؤوليه كبيره تجاه الجمهور، ان هم يسعدوا الجماهير النادي، لانه لم يحالفهم الحظ، لم يوفقوا في الماتش اللي كان الذهاب في القاهره مع سان داونز، وهنا ما بيلعبوش على ارضهم، وهنشوف لسه اذا كان هيبقى برضو في جمهور ولا لا. فكل دي عوامل ضاغطه على الفريق، زائد الفترات اللي هي العدد المباريات الايه الكتيره اللي انا فاهمه دلوقتي يمكن خلال شهر واحد هيبقى في حوالي 13 مباراه للفريق، ما بين مباريات دوري وما بين مباريات دوليه وكده، فطبعا ده ضغط واجهاد عليهم. احنا يدوبك كان لسه الفريق حضراتكم عارفين انه كان لسه لاعب مع فريق بيراميدز يدوبك اول امبارح، ويعني طبعا نتيجة المباراة واضح رفعت معنويات الفريق كثيرا، والراحة اللي هم اخدوها امبارح باينة في المستوى الاستعداد اللي احنا شايفينه النهارده، ونامل ان هو يثمر ويؤدي النتيجه بتاعته. يعني معالي السفير احمد الفضلي، واضح ان هو متابع كل كبيره وصغيره على النادي الاهلي، كل مباريات النادي الاهلي، يعني على قد ما بنقدر وبتسمح بيه ظروف العمل طبعا، لانه بالذات برضو مع لما بيكون في فرق اجنبيه بيلعبها، لانه في النهايه يهمنا انه احنا بيلعبوا ما هو باسم مصر برضو. والشيء الطيب دايما بنحاول نأكد، يمكن برضو من خلال حضرتك للسادة المشاهدين، ايا كانت نتيجة المباريات دي احنا بيهمنا انه الدور هذه المباريات في التقريب بين الشعوب، لانه الرياضة والرياضيين نفسهم دول احنا بنكن لهم احترام كبير ولهم دور كبير في القصه دي. احنا شفنا عندنا مثلا المدرب بيتسو موسيماني، النادي الاهلي لما كان بيلعب في المنتخب المصري، مش بس النادي الاهلي، المنتخب المصري لما كان بيلعب في البطوله الافريقيه، لمجرد انه مدرب النادي الاهلي كان جنوب افريقي بيتسو موسيماني ويدرب نادي مصري كبير جدا، الجنوب افارقه كتير منهم كانوا بيشجعوا مصر في هذه المباريات، لانه مدربهم هو مدرب احد اكبر النوادي في مصر اللي جزء من اللعيبه بتوعها بيلعبوا للمنتخب، فده في حد ذاته شيء طيب، يعني صح ان احنا نشجعه ونخليه انه يستمر دايما. اعتقد معالي سفير نقطه في غايه الاهميه حضرتك اثرتها، اللي هي توطيد وعمق العلاقات اللي ما بين الشعب المصري او الشعب الجنوب افريقي مع وجود مستر بيتسو موسيماني. اصبحت وسائل الاعلام هنا بتتابع اخبار بين مستر بيتسو موسيماني، حتى الامر الاخير بتجديد عقد مستر بيتسو موسيماني، كل وسائل الاعلام طلعت اتكلمت على هذا الامر. تجديد لبيتسو موسيماني هو تجديد في الثقه في ادائه في النتائج بتاعته اللي هو احرزها مع النادي، وهنا الجنوب أفارقة فخورين بأنه في مثل هذا المدرب موجود لهم، بيدرب نادي من أهم النوادي في القارة الأفريقية،
وبيؤدي هذا الأداء معه. ولذلك حتى عند الوصول في المطار يمكن البعض يكون لاحظ أنه كان في ناس من الجمهور مستقبلين بيتسو موسيماني بلافتات كبيرة بترحب بيه وبتعتبر أنه هو النسر بتاعهم يعني. علي السفير خلاص يعني تفصلنا خلاص يعني أم قليلة على المباراة، آخر التنسيق والترتيبات اللي تمت للقاء. أعتقد نقطة مهمة جدا إقامة المباراة هنا في جوهانسبرغ أفضل بكتير جدا من ملعب لوكاس موريبي، ملعب السوكر سيت، واحد من الملاعب المميزة واستضاف نهائي كأس العالم. صحيح الملعب استضاف كان النهائي بتاع كأس العالم. إحنا المسائل الفنية دي يمكن ظروف تساعد إن هو كان يبقى في الملعب ده، لكن أنا أعتقد بالنسبة للفريق هيبقى الأهم هو أيا كان الملعب في النهاية هو ما بيلعبش على ملعبه. فإحنا دايما عارفين في مسؤولية كبيرة عليه، والإجراءات التنسيقية طبعا بتحكمها جوانب فنية كتير إحنا ما بتتدخلش فيها كسفارة، لكن إن شاء الله إخراج المباراة يكون بصورة طيبة لتليق بناديين كبار زي النادي الأهلي وزي نادي سان داونز. نشكر عليك معالي السفير ونشكر حضرتك على المجهود الكبير. إن شاء الله لو هتوجه رسالة أخيرة لأبطال النادي الأهلي تقول لهم إيه؟ أقول لهم شدوا حيلكم، المرة دي أنتوا في بداية المشوار. المرة اللي فاتت كنتوا في دور الثمانية وبرضو أنتوا بتلعبوا فريق كبير كسبكم قبل كده زي ما انتوا كسبتوه قبل كده، وكسب البطوله قبل كده زي ما انتوا كسبتوها برضو قبل كده. فدي كانها مباراه قمه نهائي مبكر، عليكم مسؤوليه كبيره ان انتوا تحافظوا على اللقب وتحافظوا على الانجازات بتاعتكم، واثقين ان شاء الله ان انتوا هتؤدوا اللي عليكم والباقي على ربنا ان شاء الله. شكرا. أعزائي المشاهدين ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، ده كان لقاءنا مع معالي السفير أحمد الفضلي سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب أفريقيا، مجهود كبير جدا زي ما قلت لحضراتكم بتقوم بيه السفارة المصرية لبعثة فريق النادي الأهلي هنا استعدادا طبعا لمباراة الأهلي أمام فريق سان داونز. كل التوفيق طبعا لفريق النادي الأهلي في هذا اللقاء، إن شاء الله يحقق 3 نقاط غالية، إن شاء الله تكون محطة مهمة جدا في مشوار النادي الأهلي نحو البطولة 11 بإذن الله. ده كان طبعا لقاء سافرنا في جنوب افريقيا احمد الفضلي، وقد ايه شايف في النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي وعظمه النادي الاهلي. بنشكر طبعا زميلنا كمان فاروق صلاح على هذه المقابله، وهاخد من كلام سياده السفير واروح بيه لايهاب. سياده السفير اتكلم على نقطه مهمه جدا، الضغوط المباريات خلال الفتره اللي فاتت وخلال الفتره اللي جايه. الاهلي تقريبا بيلعب كل 72 ساعه مباراه، حتى على المستوى المحلي على المستوى الافريقي بيكون في سفر. شايف المعادلة دي ازاي، وبيتس موتسماني يتعامل مع الجزئية دي ازاي من خلال كمان مباراة مهمة جدا يوم السبت اللي جاي؟ طبعا معادلة صعبة كابتن هاني، وبتتسبب في خسارة الاهلي للعديد من نجومه زي ما بنشوف دايما باستمرار خلال البطولات. يعني حتى الان في 3 لعيبة في الاهلي مش عارفين مصيرهم ايه من المباراة، حسين الشحات ومحمد هاني وحمدي فتحي، يتم تجهيزهم حاليا ولكن تعرضوا لاصابات نتيجة الضغط ده في الفترة اللي فاتت نادي الاهلي. بس هي دي قدره وكعادة النادي الأهلي إنه بطل، فدايما بطل عنده بيخرج من بطولة لبطولة. النادي الأهلي غير كل الأندية المصرية زي ما شفنا، كان في كأس العالم للأندية وقبليها في منافسات هنا، خلص كأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا، رجع الدوري من الدوري لدوري أبطال أفريقيا. ده النادي الأهلي، وهي دي عادة النادي الأهلي، عنده مباريات، عنده ضغط في المباريات كل موسم تقريبا. يا كابتن بنقعد هنا نتكلم الكلام ده وكل سنة بنتكلم فيه إن النادي الأهلي، كابتن سعد عبد الحفيظ يشتكي ضغط المباريات، بس خلاص بقت ملهاش حل. هو النادي الأهلي عنده مباريات كتيرة، فريق بطل، فريق بيلعب في اكتر من بطوله ما بين محلي وقاري ودوري حتى، فهي دي العاده. وبقى موسيماني خلاص، مستر موسيماني دلوقتي قدر يتعامل مع النقطه دي وقدر يكون، نقدر نقول ان النادي الاهلي عنده حاليا فريقين متميزين جدا زي ما شفنا ماتش مونتيري المكسيكي، كان عناصر كتير جدا غايبه متواجده مع منتخب مصر الاول في مهمه وطنيه طبعا في كاس الامم الافريقيه، ولكن النادي الاهلي كان علي لطفي حارس مرمى ساعتها، كان في عناصر كتير بديله والنادي الاهلي قدر يكسب وقدر يقدم بطولة قوية جدا ويحرز الميدالية الثالثة في تاريخه والبرونزية الثالثة في كأس العالم للأندية. فالنادي الأهلي اعتاد على الأمر ده وقدر يتعامل معاه، مستر موسيماني يتعامل معاه بذكاء الحقيقة، وقدر إنه يوفر حاليا أكثر من بديل في كل مكان. يعني كان عندنا أكرم توفيق اتصاب، محمد هاني موجود، كريم فؤاد موجود، خط الدفاع عندنا حاليا
الحمد لله وفر من اللاعبين رامي ربيعه وياسر ابراهيم. طب انا هاخد من كلامك يا ابو، عندنا خط دفاع متوازن الى حد كبير جدا جدا، لكن خلينا اتكلم على المباراه، مباراه يوم السبت اكيد مباراه مهمه جدا على المستوى النتيجه. تمام، احنا كلنا كجماهير النادي الاهلي اكيد زعلنا من الهزيمه 1-0 في القاهره، ولكن الاداء كان اداء جيد جدا. عمليه المعادله الصعبه انك تعمل اداء جيد جدا وانك تفوز، انك عايز تكسب وفي نفس الوقت ما يخشش فيه جول، فدي معادله ازاي موسيماني يشتغل عليها في مباراه يوم السبت؟ مستر موسيماني لازم يبدا المباراه، طبعا هو اكيد هيقسم المباراه، هو اقوى اكثر مننا فنيا، قادر انه يتعامل مع مباراه، هيقسم المباراه اكيد على فترات، اكيد هيبقى فيه ضغط لاصحاب الارض فريق صن داونز في بدايه المباراه، عايزين يخطفوا هدف ويتقدموا، ولكن النادي الاهلي هيقدر يتعامل مع الكلام ده اكيد. النادي الاهلي خبرات لاعبين كبيره، خبرات لاعبين افريقيه الكبيره، احنا دايما اعتدنا ان النادي الاهلي بيرجع من افريقيا بفوز، بيرجع من افريقيا بتعادل، يعني مش شيء جديد على النادي الاهلي. النادي الاهلي مش الفرق اللي بتلعب بره يقول انا اطلع بره اخسر هدف او اطلع بره اخسر او ايا كانت النتيجه، لا، النادي الاهلي بيلعب بره وجوه واحد عنده، لان هو فريق بطل وبيبحث عن صداره المجموعه، رغم غض النظر عن اي شيء النادي الاهلي دايما بيلعب على صداره المجموعه. فالنادي الاهلي مستر موسيماني اكيد هيقسم المباراه زي ما بقول لحضرتك، هيبقى في بدايه المباراه هيتعود. طب التقسيم خلينا نتكلم في تقسيم جزئين، تقسيم على النواحي التكتيكيه ممكن جدا يبدا بشكل معين او خطه معينه، وكمان على الجزء ما ننساش كمان ان الجهد البدني كبير جدا، مباراه بيراميدز خدت كمان جهد بدني كبير، جهد ذهني كبير جدا، بعديها في نفس اليوم تقريبا كان سفر النادي الاهلي لرحله طويله جدا لجنوب افريقيا، برضو عمليه تقسيم الجهد بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي على مستوى التكتيك وعلى مستوى الافراد انت برضو شايفه ازاي؟ كابتن هاني كان في لعيبه زي ما شفنا ماتش بيراميدز، لعيبه مهمه جدا، ولكن كان نجم زي عمرو السلامه موجود على مقاعد البدلاء في مباراه بيراميدز قدر ينزل. للاسف هنقول الجدول، مش هنقول للاسف، هي تقسيمه الجدول وضعتنا في ماتشين كبار قدام ورا بعض، فريق بيراميدز الفريق المنافس الرئيسي لينا على لقب الدوري، اقرب فريق للدوري، كان متصدر قبل المباراه بفارق نقطه عن النادي الاهلي، النادي الاهلي قدر يكسب وقدر يرد بقوه الحقيقه على المباراه دي. يعني المباراه دي يعني محتاجه كلام كتير، بس مش وقتها ان مباراه بيراميدز، لان البعض كان بيردد كلام كتير ملوش اي لازمه، النادي الاهلي مش عايز يلعب كاس مصر، النادي الاهلي مش عايز يقابل مش عارف مين، النادي الاهلي ما بيبصش لاي منافس، النادي الاهلي بيلعب قدام اي منافس، حضرتك كنت بتلعب وعارف الكلام ده، هدفنا الفوز، هو الناشئ واللاعب في النادي الاهلي اتربى على الفوز، فكل ده كان كلام فاضي، والنادي الاهلي رد بقوه. هو ده الرد اللي دايما ردنا في الملعب، دايما رد النادي الاهلي في الملعب ايا كان قبل المباراه ايه. كمان على مستوى الاداري لازم نشيد بكابتن سعيد عبد الحفيظ اللي بيفصل بشكل سريع جدا ويفصل لعيبته عن كل المهاترات على السوشيال ميديا، وبنخش بتركيز عالي جدا، وده كان مهم في اعتقادي واعتقاد ناس كتير، كانت مباراه مهمه جدا جدا، مش في مشوار النادي الاهلي في الدوري بس، لكن كمان مشوار النادي في البطوله الافريقيه. بالظبط يا كابتن، وده للاسف خطا وقع فيه برضه المدير الفني او للمنافس الفريق بيراميدز، لاعب على النادي الاهلي ما قدرش تماما قيمه الفريق اللي قدامه، لاعب هاي بريشر من قدام على طول على الفرقه، وده وقعه في اخطاء كتير جدا، قدر النادي الاهلي يسيطر وقدر يسجل 3 اهداف جمال. وانا اعتقد باذن الله برضو ان قدام قدام فريق صن داونز يوم السبت لو لعب بنفس الطريقه وعمل ضغط عالي او ضغط متقدم على النادي الاهلي، دفاع النادي الاهلي بيملك من الخبرات بوجود علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم اللي كان افضل مدافع في بطوله افريقيا، وجنبهم ايا كان العنصر اللي هيختاره ياسر ابراهيم او رامي ربيعه، كلهم على نفس القدر ونفس المستوى، النادي الاهلي يقدر يمتص الضغط بتاع بطل جنوب افريقيا، يقدر يمتص الحماس الجماهيري اللي متوقع يكون موجود والضغط الكبير اللي هيكونوا موجودين فيه، ويقدر انه يوصل من خلال الهجمه المرتده اللي بيجدها لاعبيه والهجمه المرتده السريعه، يقدر انه يسجل باذن الله. ده اتكلمت على مستوى الخط الدفاع وكلنا مطمئنين بوجود عناصر مهمه جدا جدا والبدائل كمان موجوده، لكن عايز اكلمك على محمد شريف، قد ايه محمد شريف كمان كان في بعض الانتقادات في الفتره اللي فاتت، لكن تحس ان شريف كده عنده اصرار وعنده عزيمه، يقول ان انا موجود من خلال تسجيله الاهداف، من خلال تحركاته، من خلال الضغط على القسم. فعايز كمان اكلم محمد شريف والاداء الرائع اللي بيأديه مع النادي الاهلي، كمان المباراه اللي فاتت اعتقد هتدي له دفعه معنويه كبيره جدا جدا والثقه، ودي جزء مهم جدا في خاصه المهاجمين، عمليه الثقه دي، كمان الثقه رجعت لمحمد شريف من خلال مباراه بيراميدز. بالظبط يا كابتن هاني اللي حضرتك بتقوله، محمد شريف كان عدى زي ما قلنا في الفتره اللي فاتت، عدى بمرحله ما كانتش كويسه معاه يعني، وكان في سوء توفيق وعدم توفيق قدام المرمى. الكام ماتش اللي فاتوا مع النادي الاهلي محمد شريف بيؤكد انه
مهاجم من طينة المهاجمين الكبار، مهاجم متميز جدا، مهاجم بيجيب اهداف زي ما شفنا الهدف الثالث يا كابتن في بيراميدز. الهدف صعب جدا، هدف صعب جدا، مش اي فيرود يجيبه انه يلف الكره بالشكل ده وكره بعيده عنه ويحطها في المرمى وسط وجود المدافع ووجود حارس بيراميدز ويحط الكره بالشكل الجميل ده. لا ده اصرار، وده مهاجم فاهم، وده مهاجم متمركز صح ومتوقع الخطا المشترك بين حارس المرمى والمدافع عشان يحط الكره بالشكل الجميل ده. اصراره كمان الصح بعد الكره ما بتروح، وان هو يخش وسط اثنين مدافعين ويحط الكره برجليه الشمال صعب جدا، لكن هو بيديني احساس بانه عنده الاصرار والعزيمه، انه بعد زي ما احنا شايفين متوقع اولا خطا اللي حصل ما بين السيرد باك وحارس المرمى، وبعد الكره ما بعدت كمان هو داخل وسط زحمه، واخد داخل وسط اثنين، وده اللي بتكلم عليه الاصرار. يعني ممكن جدا واحد لو اتاخر خطوتين خلاص المدافع هيشيلها بشكل سهل، لكن هو محمد شريف تقريبا وسط ثلاث مدافعين اربع مدافعين توقع للخطا ورايح بسرعه وداخل وسط اثنين وبيحط الكوره بشكل جميل بشكل جدا اكتر من رائع. صعبه يا جماعه، يعني صعبه انك تحط رجلك الشمال في زاويه ضيقه جدا جدا تقريبا تكون مقفوله مع اثنين مدافعين داخلين باندفاع، يعني في اندفاع للاثنين مدافعين وتخش في وسط ده. خلينا نتكلم، هي دي الروح المطلوبه دايما من محمد شريف ومن كل لعيبه النادي الاهلي متواجده الروح ديت، لكن خاصه محمد شريف والجزء والخط الامامي. فزي ما بقول لك مكاسب كبيره جدا مباراه بيراميدز على مستوى الدوري، على مستوى المنافس المباشر الرئيسي ليك، على المباشر الرئيسي، على مستوى الثقه بالنسبه للاعبين، على مستوى النتيجه، على مستوى محمد شريف نفسه. بالظبط يا كابتن هاني، وانا اعتقد المباراه دي هتكون دافع قوي ودافع كبير لمحمد شريف، وهي رساله برضو للجهاز الفني لمنتخب مصر الحقيقه في ظل التجهيز لمباراه فاصله وحاسمه في تاريخ الكره المصريه مع منتخب السنغال، ان محمد شريف بيقول انا موجود وان انا الافضل، وهذه حقيقه ان هو الافضل، مش عشان احنا في قناه النادي الاهلي او هنا موجودين بنتكلم عن لاعب في النادي الاهلي نقول لا، من خلال مهاجمين الدوري، من خلال اللي شفناه حاليا بغض النظر عن المحترفين، مش هندخل في النقطه دي، هو الراجل ليه وجهه نظره يختار من المحترفين، ولكن على الصعيد المحلي على صعيد انديه الدوري المصري حاليا وكل المهاجمين اللي بيلعبوا في مصر، لا يوجد مهاجم يقترب من محمد شريف، مش هقول زيه، يقترب منه اساسا في المستوى اللي بيقدمه محمد شريف، في الاصرار، في الجهد الكبير اللي عنده. وزي ما قلنا حتى كابتن موسيماني بعد المباراتين الاخرين بيشيد بالراجل، ماتش بيراميدز والماتش اللي قبليه فاركو الاربعه بيشيد بالراجل، الراجل الجهد الكبير اللي بيبذله، قال محمد شريف رائع الحقيقه كل اللي بيعمله ده، يعني حاطط بيحط بيدي رساله قويه جدا لمستر كيروش ان انا موجود، ان انا لازم عينك تبقى عليا، وده مكسب لينا ومكسب لمنتخب مصر، يكون عندنا اكتر من مهاجم بشكل اكتر من رائع، بيظهر بشكل اكتر من رائع. بنتكلم عن محمد شريف مهاجم رائع النهارده، نتمنى التوفيق لمصطفى محمد امام برشلونه، كمان هيكون مكسب على مستوى الخبرات. ايهاب، بنتكلم دايما النادي الاهلي بيسعى للصداره، ودايما النادي الاهلي ما بيحبش غير رقم واحد. نشوف مع حضراتكم ترتيب مجموعه النادي الاهلي، وخاصه ان في مباراه ديربي بكره ما بين المريخ السوداني والهلال السوداني، ولكن دايما بنقول دايما بنحب الصداره ودايما بنجري امام رقم واحد، لكن دايما بتيجي ان احنا الصعود كمان هو الاهم. ده طبعا ترتيب المجموعه، سان داون 7 نقاط، الاهلي 4، المريخ 4، الهلال السوداني 1. بكره مباراه طبعا ما بين الهلال السوداني والمريخ، وطبعا يوم السبت سان داونز والنادي الاهلي. اعتقادي يا كابتن ان المريخ هيكرر فوزه على الهلال، اللي شفناه من فرقه المريخ فرقه قويه جدا، فرقه منظمه، فرقه لديها مدير فني متميز لي كلارك الانجليزي، مدير فني الحقيقه لديه رؤيه، مدير فني عمل مباراه كبيره جدا قدام النادي الاهلي. مش سهل ابدا يا كابتن ان انت تلعب قدام النادي الاهلي باللي احنا شفناه هنا، صحيح. انك بتلعب في مصر وتلعب قدام النادي الاهلي وتقدم المباراه الكبيره دي وتقدم الاداء ده وتسجل هدفين في النادي الاهلي، لا مش اي فريق بيعملها، مش اي فريق في افريقيا، حتى فرق شمال افريقيا القويه اللي بتلعبنا وبتعاني معانا، لا مش سهل انك تعمل الكلام ده. فده بيقول ان فريقه المريخ بغض النظر عن النادي الاهلي فيه اخطاء وقع فيها المدافعين دخل هدفين، لا فرقه المريخ فرقه كوره السنه دي، فرقه مختلفه جدا. احنا بنبص طبعا انت بتتكلم صح، لكن احنا كمان بنبص لنفسنا دايما، النادي الاهلي بيبص لنفسه، ان شاء الله الفوز باذن الله هيدينا اولويه كبيره جدا لصداره هذه المجموعه. عايزين نروح لفاصل، لكن بعد الفاصل احنا النهارده ان شاء الله عندنا مفاجآت كتيره جدا في حلقتنا النهارده، عندنا ان شاء الله الفائز في طبعا مسابقه، كنا عاملين مسابقه كده مين يتوقع فوز ريال مدريد او باريس سان جيرمان للصعود لدور الثمانيه في دوري الابطال، كمان عندنا النهارده رئيس نادي عالمي
او سابقا. طبعا بتكلم على رئيس نادي الريال، النادي الملكي ريال مدريد. طبعا هيكون معانا عبر سكايب، لكن كل ده بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، برحب بحضراتكم وكمان بنرحب مره تانية بضيفنا النهارده الناقد الرياضي ايهاب الجنيدي. ايهاب، لقاء اكتر من رائع مع رامون كالدرون، ويعني عايز اسمع تعليقك كمان على اللي قاله. هو الراجل طبعا رامون كالدرون غني عن التعريف، احد ابرز الرؤساء في تاريخ نادي ريال مدريد، ومن رؤساء الباريسيين في العالم. طبعا كانت في فترته فتره الجلاكتيكوس العظيمه اللي بداها، يعني طبعا اتبلورت الفكره اكتر مع فلورنتينو بريز، بس في عصره كان في نجوم كتير ضمهم زي مال 18 نجم، وكان بس الريال ما عملش الانجازات العظيمه جدا اللي اتحققت مع بريز. وده بيقودنا لنقطه مهمه، ان مش زي ما حضرتك كنت بتقولها دلوقتي، مش بحشر النجوم، هو لازم اللفظ اللي يتقال كحشر نجوم وتلم كوكبه نجوم، ده هيديك زي ما شفناها في انديه كتير سواء داخليا او خارجيا، مش معنى انك تلم كوكبه نجوم وتضم كوكبه نجوم وتدفع الملايين ان ده هيحصد لك البطولات، لا، الفرقه الكبيره ليها تاريخ، ليها عراقه، ليها طريقه لعب، ليها روح البطوله اللي احنا بنتكلم عليها دايما في النادي الاهلي. تصريحات مهمه جدا من كالدرون، تصريحات ركز فيها الراجل ازاي النادي الاهلي وصل انه بقى ليه تاثير حاليا على المجال العالمي، معروف في العالم كله اسم النادي الاهلي، زي ما بيقول لك معروف في اسبانيا، معروف في اوروبا، معروف في العالم كله. اتكلم عن كابتن محمود الخطيب، ده شيء مهم جدا برضو ان الراجل بيتكلم ان ده رئيس نادي معروف ليه تاثير النادي، سواء كلاعب حقق معاه بطولات، سواء كرئيس نادي. النادي الاهلي وصل لمرتبه عاليه جدا خلال فتره طبعا كابتن محمود الخطيب المختلفة المتدرجة مع مجلس الإدارة طبعا، سواء كان نائب رئيس النادي أو رئيس النادي. فتصريحات مهمة جدا من رئيس عظيم، من أحد أبرز الرؤساء زي ما بنقول رؤساء الأندية في العالم، بتدلل على عظمة ومكانة النادي الأهلي. النادي الأهلي حاليا أصبح إيه في العالم؟ حينما يذكر أعظم أندية العالم، إحنا بنتكلم عن ترتيب الأندية العالمية في الفيفا وترتيب الأندية العالمية اللي العالم كله عارفها، النادي الأهلي يذكر في المقام الأول مع الكبار، مع ريال مدريد، مع ليفربول، مع البايرن، مع ميلان، الأندية الأكثر تتويج في العالم، هو موجود وسطها وموجود ومشرف الكرة المصرية ومشرف الكرة الأفريقية والعربية كلها. صحيح، يعني كان لقاء مهم جدا ولقاء عظيم مع واحد من أهم رؤساء الأندية على مستوى العالم رامون كالدرون. خلينا نروح من ده للنقطة اللي أنت اتكلمت عليها، إنك حشر النجوم الكتير وإنك عندك مجموعة من النجوم الكبار، ده مش هيأمن لك أو مش هيضمن لك بطولة، وده اللي حصل وده اللي شفناه في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان. انا عارف طبعا ان انت مدريدي وملكي على الاخر، يعني اتخضيت لما جه فيكو جون. كلمني الاول عن المباراه، شفت المباراه ازاي بشكل عام؟ اولا انا هبدا من السؤال الثاني. انا ما اتخضيتش خالص خالص بجد، والنتيجه 1-0 خلصان الشوط الاول، هدف في الدقيقه 39 ومبابي زي ما مضيع ثلاث جون زي ما سجل في الاياب وخلصت المباراه 1-0، رجع سجل برضه في مباراه الاياب بعد ما سجل في الذهاب والنتيجه 1-0. كنت قاعد بتفرج وبشوف الماتش مع زملائي في الجورنان وقلت لهم الريال هيكسب، الريال هيكسب المباراه، هيعوض وهيكسب المباراه، ولكن ما توقعتش، توقعت ان 2-1 ويبقى في وقت اضافي عشان يحسموا النتيجه. طبعا بعد الغاء قاعده الهدف بهدفين بره وجوه، خلاص بقت تكسب تجيب هدف هي النتيجه بالاهداف بس. المباراه على الصعيد الفني انشيلوتي تفوق كثيرا جدا جدا على بوكوتينيو، تفوق عليه تماما. انشيلوتي كمدرب قاعد فاهم وازاي يعالج الاخطاء اللي كانت عنده. يعني كان في خطا، يعني كان في ثغره كبيره جدا في ريال مدريد في الشوط الاول، كارفاخال وقدامه اسينسيو، الجبهه دي دمرها في الشوط الثاني زي ما شفنا بلوكاس فاسكيز ورودريجو. والتوقيت يا ايهاب، والتوقيت طبعا التغيير، يعني تقريبا في الدقيقه 54 الراجل ما استناش حتى نص ساعه ولا دقيقه 70، خلاص هو شايف الغلط فين والديفو فين، فنزل تغييرين غيروا مجرى. كابتن واضح في الشوط الاول ان الجبهه دي فيها مشكله في ريال مدريد، طبعا امبابي تفوق عليها تماما في الشوط الاول، قدر يسجل هدف. ما هي الجبهه دي هي المقابله لامبابي هناك في باريس سان جيرمان، يقابله على طول داني كارفخال واسينسيو قدامه، الاثنين ما كانوش موفقين جدا. شفنا التغيير اللي عمله، التغيير الذكي جدا اللي قلب المباراه، الولد اللي زي ما بنقول الولد الماهر قوي لوكاس فاسكيز، اللي هو اكتشاف زيدان. انا بقول اكتشاف زيدان في المكان ده، يعني المدير الفني السابق اللي عمل ثلاثيه تاريخيه في دوري ابطال اوروبا، هو اللي اجبرته ظروف، كان ساعتها برضو اصابه كارفخال واصابه كل البدا، فطوع راجل كان بيلعب فيرويد، بيلعب فيرويد جناح يمين او شمال لوكاس فاسكيز او نص ملعب مهاجم، برضو ما كانش بيلعب خالص في المكان ده، حطه في المكان ده كمدافع وتالق فيه ونجح فيه. المباراه دي قدمت دروس كتير جدا يا كابتن للعالم كله، ان في حاجه اسمها فرقه بطوله،
ده اللي احنا دايما بنقوله، النادي الاهلي فريق بطوله. صحيح. ريال مدريد فريق بطوله، فريق تاريخي. اما اتكلم ان النادي الاهلي السيد المتوج لافريقيا، واخد دوري ابطال افريقيا كذا عدد من السنوات، ودايما هو المرشح الاول اما بيخوض بطوله. ريال مدريد في اسوأ الاحوال، في اسوأ الاحوال دايما احد المرشحين الاقوياء للفوز بدوري ابطال اوروبا. حتى كان في تعليق طريف جدا في الصحف في النهارده في العالم، بيقول لك ماذا يحدث في ريال مدريد عند عزف نشيد دوري الابطال؟ ايه اللي اللي بيتغير في الفرقه؟ بيتحولوا. اه، ايه اللي بيحصل في فرقه اما يعزف نشيد دوري الابطال؟ هو البطوله، هو المتوج السيد المتوج ليها 13 لقب على مدار تاريخه في دوري ابطال اوروبا، قدم مباراه كبيره جدا في الشوط الثاني، قدر يسجل ثلاثيه. الموهوب، الموهوب فوق فوق العاده، كريم بنزيما. كنت لسه هكلمك على بنزيما، يعني الراجل ده يعني خلي بالك كثير من السنين اللي فاتت كان في عباءة رونالدو زي ما بيقولوا، ولكن واضح جدا انه يعني نجم كبير، نجم عظيم، بيحقق. وده اللي عايز اقوله، انه كمان بيدي روح للفريق. يعني حتى هم مغلوبين 1-0 تحس ان بنزيما الوحيد اللي بيعافر بلغه الكوره وبيروح يضغط هنا وهنا، فالروح ديت كمان بتتنقل لفرقته بشكل او باخر. ده جزئيه كريم بنزيما. لكن كمان على مستوى وسط الملعب، مودريتش صاحب ال 37 سنه وكانه شاب في 18 سنه، من مجهود خرافي من المستوى الدفاعي والهجومي، واسيست اكتر من رائع. شايف دور الاثنين يعني كريم بنزيما وكمان مودريتش ازاي في المباراه؟ طبعا كابتن الفرقه والكابتن الثاني للفرقه كريم بنزيما، كابتن الفرقه ووراه الكابتن الثاني للفرقه لوكا مودريتش، دور كبير جدا في الفرقه. امبارح نص ملعب ريال مدريد الكابتن عمل مباراه كبيره جدا، توني كروس ولوكا مودريتش وفالفيردي العائد من الاصابه واللي بيعوض غياب كاسيميرو اللي كان موقوف في المباراه. كل الناس قال كاسيميرو مش موجود، هتبقى في ثغره في نص الملعب، تبقى الدنيا ثغره في وسط الملعب، ولكن فالفيردي عمل مباراه كبيره جدا. وفي الشوط الثاني التغيير برضو الثاني، ركز على انشيلوتي، تغيير عبقري. كامفينجا الفرنسي، ادواردو كامفينجا اللاعب اللي نزل في نص الملعب ظبط الايقاع تماما وسيطر خالص. وتفوق ريال مدريد امبارح انه خد نص الملعب، خد نص الملعب من باريس. ليه؟ باريس لعب بكوتينيو بنقطه اللي انت كنت حضرتك بتتكلم فيها دلوقتي وبتتكلم فيها، حشر النجوم. ما ينفعش العب، انا شايف من يوم ما ضم ميسي لباريس سان جيرمان ما ينفعش يبقى في الملعب عندي ميسي ونيمار. الوضع غير برشلونه، بالرغم ان ميسي يعني بصراحه عجبني في المباراه بشكل او باخر، لكن نيمار استعراض كبير جدا ويعني لا مبالاه كبيره جدا في الاداء. بتتكلم كمان وراح بانفراد سهل جدا ضيعه، انفراد سهل. لكن كمان خلينا نتكلم نيمار، اعتقد ان هو بيمر ما اعرفش يعني هو حاسس، وده يعني لما اللعيب يحس انه اكبر من الكوره ما بتدلوش. لكن نقطه التحول كانت غلطه دوناروما، دوناروما هي اللي قلبت المباراه بشكل كبير. ده ذكاء جدا، ذكاء قوي وحساسيه مهاجم اللي حضرتك بتتكلم عليه. الراجل ده بيعمل ايه؟ الراجل ده بيعمل ايه في السن 36 سنه؟ امبارح كريم بنزيما عمل، اصبح اكبر لاعب في تاريخ دوري ابطال اوروبا كابتن يسجل هاتريك. صحيح. كان قبليه بس اوليفيه جيرو في الفرنسي برضه في مرمى اشبيليا في الموسم اللي فات مع تشيلسي، الموسم اللي خد فيه تشيلسي دوري ابطال هو عمل الهاتريك. عمل الهاتريك ده، وكان هو ساعتها عنده 36 سنه 66 يوم، وكان اكبر لاعب. حاليا كريم بنزيما امبارح بيعمل الرقم ده وهو عنده 36 سنه و80 يوم، بيعدي اللي عمله اوليفيه جيرو. امبارح غلطه كبيره جدا من الحارس الكبير دوناروما، افضل حارس في العالم اللي خدها وبعديها باريس سان جيرمان ضمه، ضغط عليه بشكل جيد جدا وقدر انه يقطع الكوره. انا على خلاف تماما مع اي حد بيقول ان الكره فاول يا كابتن. بعض الناس كانت بتقول فاول انه يعني ما لمس الكره هو زق دوناروما، لكن دي الكره العالميه، لو في البريمير ليج مش هتتحسب، لو في الدوري الاسباني مش هتتحسب، وبالتالي انا بوافق الراي الكره يعني ما فيهاش. كمان دوناروما طالع بره منطقه الثمانيه ياردات، يعني هو ما دخلش عليه الدخله دي، كان بره الخط، ضغط عليه وخد الكره بشكل جيد وبصها. كريم بنزيما لاعب رائع جدا، هو يعني لو انا بقول السنه دي محمد صلاح متميز جدا وفرد هداف البريمير ليج، فالمنافس الاول ليه حاليا صحيح على لقب افضل لاعب في العالم في الموسم ده هيكون حتى الان كريم بنزيما، لان هو الوحيد اللي بيقترب من صلاح ويمكن بيقدم اداء رائع جدا سواء في دوري ابطال اوروبا واهداف حاسمه كمان. طبعا يا كابتن، وبيرد على اللي حضرتك قلته ان هو عباءه رونالدو. الناس دلوقتي عرفت بعد كمان رونالدو ما خرج بره، رونالدو ايه اللي حصل بعد ما مشي من ريال مدريد؟ مفيش التفوق اللي كان عليه. صحيح. الناس عرفت ان كان في شخص في ريال مدريد بيصنع كل شيء لرونالدو، هو كريم بنزيما. ده اللي كان كريم بنزيما بيعمله. حاليا هو شال عاتق مسؤوليه الفريق ده على كتفه زي ما بنقول، والناس قالت هل هيكون قادر
انه يعمل المهمه دي، نجح فيها بامتياز، يسير بفريق ريال مدريد بشكل جيد، يتصدر جدول الليجا الاسبانيه بفارق كبير عن كل المنافسين اللي معاه، يسير في بطوله دوري ابطال اوروبا بشكل جيد. واتوقع ريال مدريد توقعت بصراحه يعني اللي كنت بسالك يوم الاثنين بقول لك مين اللي هيكسب، قلت لي ريال مدريد هيكسب بالرغم ان انا كنت متوقع العكس، يعني على الاقل كنت هقول على عكس الناس كلها يا كابتن. لا كل الناس كانت بتقول باريس سان جيرمان. انا بصراحه يعني بالامانه انا قلت ان في حاله تعادل او يعني كده كده باريس سان جيرمان هيصعد، ولكن طبعا احنا كمان عندنا في نهايه الحلقه هنشوف كمان مين اللي هيحصل على تيشيرت النادي الاهلي موقع من احد النجوم من النادي الاهلي، وهيكون معانا فايز من خلال طبعا المسابقه اللي يمكن قلناها لحضراتكم يوم الاثنين. النهارده كمان عندنا توقعاتك ايه بقى لمباراه ليفربول وبرايتون في الدوري الانجليزي، برضه هنستنى توقعات حضراتكم باذن الله يوم الاثنين برضه نشوف مين الفائز بتيشيرت النادي الاهلي موقع من احد النجوم. النهارده السؤال، تتوقع فوز مين، ليفربول ولا برايتون في البريمير ليج؟ وان شاء الله يوم الاثنين يكون معانا فائز كمان من المتسابقين. إيهاب بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا ودايما متألق. شكرا كابتن ومبروك على الريال يا عم. سعيد اني كنت معاك كابتن. مبروك مبروك وبنشكرك شكرا جزيلا. عندنا فاصل سريع وبعد الفاصل نستقبل يعني بلغه الارقام بقى دلوقتي هنتكلم على ريال مدريد وباريس سان جيرمان بلغه مختلفه، لغه الارقام والاحصائيات مع محلل الكره العالميه محمد الباز بعد الفاصل.